لو الحكاية فيها إن فيتو. حضرات المستشارين الأجلاء، نقف اليوم أمامكم ردا لأمانة حملنا بها، أمانة لنؤديها لأصحابها، أمانة شرف تمثيل مجتمع جار عليه من ائتمن. فلطالما شرفت النيابة العامة بالمثول بمحراب عدلكم، لينطق الله بالعدل ألسنتكم، بحكم عادل يرضع من خان. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، فإني أقف اليوم أمام هيئتكم الموقرة ممثلا للنيابة العامة ومن خلف أرواح تستغيث في بطون أوراق الدعوة، لا تطلب سوى القصاص من المتهم الماثل أمامكم. وإذا اؤتمن خان فقضية اليوم قضية أساسها الخيانة، فأسوأ ما في الخيانة إنها لا تأتي من عدوك. فقضية اليوم بعنوان خيانة الصديق، مهندس أراد السفر خارج البلاد سعيا للرزق حالما من عيشه.